مرحبا، مساء فيكم اعزائي المشاهدين. من جديد يستقبل مجلس الشباب والرياضه الشباب القطري لتقديم مبادراتهم وافكارهم وطروحاتهم، وذلك استكمالا لما كانت الوزاره قد بدات من جلسات نقاش وتشاور حول استراتيجيات او استراتيجياتها المستقبليه. نعم خالد، وتفاصيل هذا اللقاء راح نتابعه معكم مباشره مع نديب قناه الريان عبد الرحمن المري. الرحمن كل نعم عندي. يا ناصر، مسي عليك بالخير ونمسي عليه اخونا خالد الكبيسي، موجودين في مجلس الشباب والرياضه اللي استقبل اليوم مجلس هذا المجلس التابع لوزاره الشباب والرياضه اليوم الثلاثاء الشباب القطري لتقديم مبادراتهم وارائهم وافكارهم في كلا المجالين الشبابي والرياضي. اليوم ان شاء الله باذن الله تعالى في هالمجلس راح يكون معنا ضيوف او راعي المجلس السيد خالد بن ثاني السويدي، وايضا السيد عبد الله العجيل اللي بيكلمنا اكثر عن هذه الفكره وهذه المبادره الطيبه في استقطاب الشباب القطري. بدايه نمسي عليك بالخير. مرحبا خالد، ونمسي عليك بالخير يا عبد الله. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. فكره المجلس اليوم افتتح اليوم الثلاثاء بحضور سعاده السيد صلاح مغانم العلي وزير الشباب والرياضه، شفنا او تكلمنا اكثر عن هذا اليوم. والله اليوم كان يعني احنا وعدنا في شوركم هداية الله في البداية لما قدمنا استراتيجيتنا، وعدناهم ان يوم 1/4 يفتتح المجلس او المبادرة هذه اللي تخص الشباب، والان يمكن توسعت دخلنا في مجال الشباب والرياضة، ولكن الهدف الان وصل. يا جماعة احنا وعدنا ونفذنا، اليوم عليك عشان نجي نسمعك. هذا 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 اهم حاجه اليوم توصل للشاب. تعال خلينا نسمع مبادراتك، تعال خلينا نشوف ارائك اللي انت تطرحها، الافكار الخلاقه اللي احنا ندورها، خلنا احنا نساعدك ونوصل هذه المبادره وشوف النور. كثير من الشباب سمعناهم يقول لك يا اخي احنا ما تسمعونا. يا جماعة احنا عندنا اشياء وعندنا مبادرات وعندنا افكار وعندنا امور، اسمعونا. طيب هذا اليوم احنا نسمعك، تعال، هذا المكان مفتوح، المكان للجميع. طبعا للجميع. اي طبعا، شوف احنا دائما نقول من هي الفئة الاكثر تحركا في فئة الشباب؟ وجدنا ان يعني من 14 15 سنة عنده الحماس لغاية 29 30، هذه الفترة احنا نسميها الفترة الذهبية للشاب، يستطيع ينطلق فيها، يستطيع يعبر عن آرائه عن أفكاره، تجد فيه يعني من الحماس وتجد فيه من الرغبة وتجد فيه يعني، وكثير منهم لاحظ حتى المتطوعين هذه فئة كبيرة جدا للمتطوعين. نعم بثاني الكلام لك يعني، شلون جات الفكرة، فكرة مبادرة المجلس؟ يعني هذه فكرة يمكن حتى يعني ما توها جديدة خاصة بالنسبة كوزارة الشباب والرياضة. هي مش جديدة، بس احنا نقول هي فكرة إبداعية. كونك تطلع وتجي أنت للشباب في مكان خارج إطار وخارج أسوار وزارة، يعني ما تحدى الآن المكاتب ولا تحدى الالتزامات والدخول والخروج والترخيص وإلى آخره. فجات الفكرة يا جماعة خلوا احسن وسيله نسمع فيها الشباب، اكيد ان المبادره هي تفكر فيها احد الاخوه، يعني هو ما يريد يمكن طرح اسمه وكذا، ولكن مبادره احنا نسميها مبادره ابداعيه الحقيقه، فعلا فكره. ليش ما ننزل احنا للشباب؟ ليش ما نسمعهم؟ هذا هو الهدف، حلقه وصل مباشره. ولاحظنا فيها او طرحت فيها قيمه من قيم المجتمع القطري، وهو الاجتماع في المجالس. اليوم المجالس لازم تحيا، لازم تجتمع فيها الشباب، والشباب ترى حتى زمان المجالس هي مكان لتوليد الافكار، سماع الاخبار، وشو الجديد، ايش اللي عندك، ممكن تظهر منها اشياء تستفيد منها، يمكن تبنى فيها طموح وامال. هذه هي الفكره. اذا احنا اليوم نقول خلينا نطلع احنا عن الاطار العام الرسمي بالشكل، وندخل في قيمه من قيمنا وهي المجالس، وخلنا نسمعك الان. لا تقول لي والله انا بدخل وعندي حواجز، الابواب مفتوحه.
والمكان مفتوح. يعني تعال تعال خلينا نسمعك، هات ما عندك ونشوف مبادراتك، نوصلها للمسؤولين اللي تخص مثلا في هذا الاتجاه. سواء والله انت عندك مبادره، انا والله رايي افتح مركز يتكلم في 1 2 3 4، والله عندنا في المنطقه الفلانيه ما عندنا مركز يا جماعه، ليش ما نفكر ننشئ مركز هناك سواء كان عام او تخصص. ممكن نستقبله الان، احنا نستقبل نسمعك وناخذ منك شو اللي عندك. هذه بالاشياء المهمه. عبد الله ايش رايك مثلا بالافكار؟ والله الفكره صراحه اشكر سعاده صلاح بن غانم العيلي وعلى مبادرته، وهذا الشيء صراحه كنا مفتقدينه كشباب، اللي هي الصله بين نقول الجماهير والمسؤولين، خاصة في المجال الشبابي والرياضي والأفكار وشلون طريقة توصيلها. جات فكرة المبادرة، والمبادرة بالعكس كانت زينة وحلوة وكنا نتمناها من زمان، يعني لأن صارت فترة اللي هي افتقد، خاصة في 20 سنة الأخيرة، أن الشباب يقول لك شلون أنا أوصل فكرتي وأوصل هذا. والحين الحمد لله جات الفكرة هذه، وعن طريق المجلس يمكن تكون عندي ملاحظات. أنا استغربت أنه يكون الفترة هذه ما في حد، مع أنه أول يوم يمكن يكون عيب في توصيل الفكرة حق الجمهور. هذا اللي بطرق له مع أبو ثاني، إحنا نطالب فيه اللي صار اليوم افتتاح، يعني أول يوم هي مثلا فكرة أول يوم. شوف أنا بقول لك شيء، كل شيء جديد يحتاج إلى وقت على أساس توصل فكرته. اليوم بالعكس، اليوم أنا سعيد لأنه في الصباح احنا افتتحنا في الصباح. قبل لا نفتتح يمكن احنا قلنا نفتتح الساعة 8، قبل الساعة 8 وجدنا مبادرات وصلت لنا، واستلمنا مبادرة من احد الاخوة الطلاب الجامعيين فكرتها جيدة بالعكس، وناقشناها وفاجأنا سعادة الوزير بوجوده وفرحنا صراحة، وتناقشنا في المبادرة. احنا خلينا الامور هي طبيعية اصلا بدايتها، شوي شوي الناس توصل لفكرة المجلس، وراح تراود المجلس، راح تكثر هذه الأمور. وفي ناس طرحوا أفكار، يعني ممكن احنا في الكلام الجانبي. نعم بتكلم عن أفكار، هل في مقترحات صارت اليوم الصباح؟ جاكم مقدم مقترحات؟ في ناس قدموا مقترحات، يعني بعض المقترحات يمكن هي شفاهة، احنا ممكن نقول له وجهنا ليش ما تصيغ هذه الفكرة حتى نستطيع ان نوصلها للمسؤولين، او احنا نصيغها لك بالطريقة آلية مثلا. هذه واحد مثلا جاء ابو ثاني ولا عبد الله، جاء مثلا واحد عنده فكره تخص مثلا بالشباب في مجال الشباب ولا مجال الرياضي، انا عندي فكره، كيف اليتكم تاخذون هذه الفكره واذا هي مثلا لها مردود ايجابي انكم تستقطبونها وتدرسونها؟ أكيد احنا بس قبل الفكره ودنا ان صاحب الفكره او صاحب المبادره يقرا في استراتيجيه الوزاره عشان يشوف الخطوط العريضه اللي احنا راح نشتغل عليها، لان احنا في النهايه يعني الوزارة لها اختصاصات ولها صلاحيات، وإن كانت تهم الشباب هو القطاع اللي احنا نتكلم فيه أو الرياضة. فإذا جاء هو صاحب المبادرة، احنا في المجلس نستقبل هذه المبادرة، نحتضنها، ثم بعد ذلك ننظر ما فيها، ترسل لي جهة الاختصاص. أنا أعطيتك مثال المراكز الشبابية، لكن في أمثلة ممكن تكون فكرة فقط، ممكن تكون حاجة فردية له، فتوصل فتوصل للجهة المعنية. ممكن ما تكون مبادرة، ممكن يجيك واحد يقول لك والله أنا لي ملاحظة على كذا كذا الجهة الفلانية، وإن كان هناك عندنا علاقات عامة تستقبل الأمور، لكن إحنا ممكن سهل علينا وصلنا أراب يعني بشكل عام. يعني ما في شك. وثانية إحنا بس قبل ما نختم، وقت المجلس مفتوح من الساعة كم؟ يعني إن شاء الله الآن ابتداء إحنا يعني نقول من 8 الصباح حتى 12 الظهر، ومن 4 حتى 8 مساء قابل هذا للتعديل، حسب نشوف. يعني احنا الان قلت لك دائما هي تجربه جديده، نشوف الان الفترات اللي تواجد فيها الشباب، الفترات يعني سواء الصباحيه او المسائيه، ثم مع مناقشه المسؤولين في وزاره الشباب على راسهم سعاده الوزير، نشوف ايش الانسب الان للمجلس هذا في هذه الاوقات. لكن الان يعني ابتداء خلنا المركب يسير ونشوف الشباب ونفرح فيهم ونستقبلهم، ونشوف ان شاء الله الوقت كيف. ان شاء الله السيد خالد ثاني السويدي راعي المجلس، بالتوفيق لكم ان شاء الله. عبد الله بيض الله وجهه، ما قصرت معنا. لا ان شاء الله انها تكون بدايه الفكره، وان شاء الله الشباب كلهم والشباب ان شاء الله باذن الله انهم يشوفونا، وباذن الله يعني هذه بادره طيبه من وزاره الشباب والرياضه، والمكان مفتوح للجميع مثل ما تفضل السيد خالد ثاني السويدي، انه
هذا المجلس مفتوح من الساعة 8 الصباح إلى الساعة 12 الظهر، ومن الساعة 4 العصر إلى الساعة 8 المساء. المكان المقر يكون في منطقة خليج غربي في شارع الاستقلال، مقابل موجود في مجلس مجلس الشباب والرياضة. أيضا ممكن تشوفون أيضا على تويتر، في تويتر وزارة الشباب والرياضة موجود حتى الموقع اللي حاب يجي هذا المكان. هذه مبادرة طيبة لمجلس وزارة الشباب والرياضة. هذا اللي عندنا يا خالد كبيسي وناصر سلمي، نرجع لكم في الاستديو. نعم، شكرا شكرا، وشكرا لضيوفك الكرام. والفكرة حلوة ناصر، أن فتحين مجلس جالسين فيه، وأي حد يبي يقدر يتواصل معهم، إن شاء الله نبمر عليهم بإذن الله. يمكن خالد تحت الهواء كنت تتكلم على موضوع أو مبادرة. نعم، حاب أنك نعم عندي أنا مبادرة. هذه فرصة لك أنك تروح للمجلس وتطرحها وتناقشهم فيها. وأنا أيضا أوجه رسالة لكل الشباب اللي يشاهدوننا من خلال شاشة قناة الريان. يعني يمكن كثير من الشباب يطالبون انه والله احنا نطالب كذا وما يسووا لنا، نطالب كذا ويسووا لنا. اذا كان عندك فكره وكان عندك مبادره تنفعك وتنفع الشباب اللي مثلك وتنفع يعني هذه الشباب اللي فعلا يعول عليهم بانهم هم مستقبل هذه البلد وتنفع البلد، بالعكس اكتب الفكره وصيغ الفكره. اذا ما تعرف الفكره يمكن حتى ذكر، والمجلس مفتوح، يعني ممكن تجي ويناقشونك الفكره، يمكن حتى يصيغونها لك اذا ما عندك يعني خلفيه عن صياغه الافكار او شيء. نعم، من هذا القبيل. بالعكس، نعم، نتمنى الكل يتوجه يعني. نعم، من الشباب ونساهم ايضا في تطوير. لكن في ملاحظه في المجال الرياضي او في مجال في ايضا في ملاحظه ناصر، ان تكون المبادرات او الافكار في صميم اختصاصات وزاره الشباب والرياضه، ما تكون برا يعني، يعني اختصاصات بالامكان يقرا الاستراتيجيه، في خطوط عريضه ويقراها قبل وبعدين يروح ويناقشهم في افكار، في الافكار اللي عنده. نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، مبادره يعني صراحه ممتازه. ونتمنى ايضا ان يحتذى بمثل هذه المبادرات، ويكون هناك يعني قنوات تواصل بين اي المؤسسات في الدوله واي من الوزارات في الدوله مع الشباب ومع المجتمع بشكل عام. ما راح نروح بعيد من شان الرياضي، ففي شان الرياضي ايضا استقبل حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى الله يحفظه في قصر البحر قبل ظهر اليوم. اليوم توماس باخ رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه والوفد المرافق له. نعم، جرى خلال المقابله استعراض علاقات التعاون بين دوله قطر واللجنه الاولمبيه الدوليه والسيل وسبل دعمها وتعزيزها. كما تفقد رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه خلال زيارته للدوحه مقر مختبر قطر لمكافحه المنشطات، حيث جال داخل المختبر الذي يعد اول مختبر متخصص من نوعه في منطقه الشرق الاوسط وقرب اسيا، والتقى بطاقم العمل المكون من مجموعه من العلماء من ذوي الكفاءات العاليه. نتابع معكم مشاهدينا الكرام هذه الزيارة. نعم أعزائي المشاهدين، يمكن شفنا زيارة، ونبقى في الرياضة، حيث أسدل الستار مساء أمس على منافسات البطولة المدرسية في كرة القدم للمدارس الثانوية بإقامة المباراة النهائية في الملعب المغطى بقبة سباير. مشاهدينا الكرام، المباراة جمعت بين فريق أو فريقين، كل من مدرسة أحمد بن حنبل ومدرسة ابن تيمية، حيث حسمت مدرسة ابن تيمية النتيجة لصالحها بهدفين دون رد لتتويج بكأس البطولة في دورتها الأولى. تابع. احنا كاتحاد قطري لكرة القدم نهدف من دوري المدارس هو اعطاء المساحة للطلاب لممارسة كرة القدم بشكل ايجابي وبشكل منظم من خلال قوانين هذه اللعبة. اخواننا في المجلس الاعلى للتعليم قاموا بجهود كبيرة خلال الفترة القادمة للتحضير لهذه البطولة بالشكل الايجابي. الحمد لله ان تدشنت هذه البطولة في نسختها الاولى. هناك الكثير من الايجابيات، ان نشوف احنا هذا الطلبة قاعدين يلعبون ويمارسون كرة قدم في ملعب كرة قدم، واغلبيتهم هم لا منتمين لأي نادي أو فريق أو كذا. هذا يأتي من ضمن اهتمامات الاتحاد بأن توسيع القاعدة خصوصا للأطفال أو للطلاب لممارسة كرة القدم يأتي من ضمن رؤية الاتحاد 2021. أعتقد أن احنا جالسين نمشي في الطريق الصحيح. هناك بعض الأفكار اللي حنحاول نعملها الفترة القادمة، مثل على سبيل المثال أن تكون هناك أيضا يكون هناك دوري للمرحلة الإعدادية والابتدائية. هذا كله يحتاج إلى تقييم، وإحنا طبعا
اتحاد قطري لكرة القدم داعمين أساسيين لهذه البطولة أو لهذا الدوري في نسختها الأولى، وإن شاء الله هناك في الكثير من الأفكار في السنوات القادمة. والله استعدينا، المباراة كانت أصلاً مباراة مو سهلة، مباراة لعبنا مع فريق قوي، فريق خصم يعني مثل ما تقول قوي يعني مو بعادي، لو مش لو عادي ما وصل النهائي. والحمد لله رب العالمين، ربي وفقنا وهمة الشباب الحمد لله رب العالمين. البطولة كانت جيدة خصوصا لأول عام ولأول مرة تقام بطولة دوري المدارس الثانوية، فرصة التقاء الطلبة مع بعضهم البعض بين المدارس، منافسة شريفة. يهمنا بصراحة المنافسة والسلوك أكبر من همنا في النتيجة. نبارك لأخواننا في مدرسة ابن تيمية على فوزهم ويستحقون بأمانة، وصول للنهاية كلهم فائزين بإذن الله تعالى، والهدف هو تكتل طلابي ومنتخب طلابي إن شاء الله تعالى في المستقبل القريب بإذن الله. في البداية قبل كل شيء أنا أحب أشكر اتحاد كرة القدم على الدوري الجميل هذا اللي عمله للمدارس الثانوية. أبي أشكر وأبارك حق مدرسة أحمد بن حنبل، الفريق الخسران اليوم ما أعتقد أنه خسران. أحب أبارك لجمهورنا وأولياء أمور الطلاب عندنا في المدرسة واللعيبة وجميع الطلاب في المدرسة. صراحة عرس أنا أعتقد اليوم شفناه بالنسبة حق الطلاب هذيل، الطلاب فعلا محتاجين الأمور هذه. أنا أبيك تتخيل بس كم ولي أمر أنت اليوم أفرحت، سواء من الفريقين، أنا ما أتكلم عن فريق فايز ولا فريق خسران، لا أتكلم عن فريقين. إحنا عندنا يمكن 350 طالب، مدرسة الثانية فيها 800 طالب، تخيل أولياء أمورهم خالاتهم عماتهم، فأعتقد فرحة كبيرة بغض النظر عن الفوز والخسارة اليوم. اندمجت أنا ناصر مع فرحتهم صراحة، يستاهلون الفوز. وحلو يعني دوري للمدارس الثانويه ان شاء الله يكون للاعدادي والابتدائي باذن الله. الف مبروك لهم، واتمنى ان شاء الله انه يطلع منهم يعني مواهب وكفاءات. يمكن انا خالد لفت نظري حاجه وهي مدراء المدارس ما شاء الله شباب، اتمنى لهم التوفيق. يمكن هذا ايضا ينعكس ايضا على الطلبه بالافكار وبالحيويه وبالاشياء اللي احنا نتمناها، ونتمنى ايضا الاستفاده ايضا من الكوادر، وما ننسى الكوادر اللي القطرية الأخرى من ذوي الخبرة أيضا نستفيد من خبرتهم. أتمنى التوفيق للجميع، ونطلع فاصل مشاهدينا الكرام، وبعد الفاصل نتابع معكم. اتفاق لتحقيق منظومة كهربائية مستدامة وآمنة في الوطن العربي.